bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoor, forever free. Sitting here, I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. الحتان بنبتدي اول فيديو لينا على التشانل بتاعتنا. ووادي الحيتان من اهم المحميات اللي موجودة في مصر. المكان ده عمره تقريبا حوالي 40 مليون سنة. كان قاع بحر زمان. في قدامنا هنا متحف مفروض ان احنا نتفرج عليه، بس للأسف هو مقفول النهاردة.
فان شاء الله هنشوفه في فيديو تاني. احنا بنطلع كتير، فان شاء الله ممكن يكون في الشتاء ان شاء الله ممكن نطلع تاني ونفرجكم عليه. تابعوا الفيديو وهتتبسطوا كتير. في بداية وادي الحيتان الموضوع يبتدي من هنا. دي شوية معلومات عن وادي الحيتان. المكان ده تقريبا بقاله 40 مليون سنة قبل ما حصل فيه التغيرات اللي احنا شايفينها. ده كان قاع بحر قبل كده. طبعا المكان هنا يعتبر دولي، والابحاث اللي بتقوم هنا هو ابحاث عالمية. زي ما احنا شايفين دي كافيتيريا، كان حلو جدا. ونستكمل رحلتنا في وادي الحيتان، يلا بينا. احنا جايين النهاردة علشان نرصد نجوم وشهب ونرصد السماء والمجرات. بنختار الاماكن دي لانها اماكن الاكثر عتمة في مصر، لانها بعيدة جدا عن المدينة وبعيدة عن التلوث الضوئي، وبالتالي بنقدر ان احنا نشوف السماء صافية جدا بالتلسكوبات بتاعتنا. غير ان وادي الحيتان طبعا من اهم المحميات اللي موجودة في الفيوم، والمكان حتى جميل جدا بعيدا عن ان انت راح ترصد او راح تقضي وقت جميل. فالمكان بصراحة يجمع ما بين الحاجتين دولت، جمال المنظر كمان القدرة ان احنا نرصد بسهولة. هنبدأ الأول بمتحف. ده المتحف المغلق. المتحف المغلق هو فيها حفريات اتوجدت في المحمية هنا، وابتدوا ان هم يدخلوها في المتحف دوت. حسب معلوماتي ان المتحف ده اتنشأ عن طريق فريق من بره، من بلد ما. انا بنحاول نوثق الموضوع شوية. هو بصراحة تحفة، بس للأسف هو مغلق دلوقتي. لو جينا هنا هو لسه مفتتح قريب، مش من يعني من فترة بعيدة. دي البوابة. طبعا هو من جوه تحفة، هو تحفة معمارية اصلا كمان. طريقة العرض بتاعت الحيتان والحفريات بتاعت الحيتان والكلام ده كله كان بصراحة حاجة تحفة، بس يعني مش ملناش حظ ان احنا نشوفها النهاردة. فان شاء الله نعوضها في رحلة جديدة. تابعوا الفيديو ان شاء الله تنبسطوا. هنبدأ نخش التراك بتاع المتحف المفتوح. وده متحف بيضم تقريبا حوالي 13 موقع اثري تم اكتشاف فيه بعض الهياكل العظمية لبعض الحيتان. المكان ده هو طبعا وادي الحيتان فيه حوالي 1500 موقع حفري، ولكن تم افتتاح فقط الى الان 13 موقع. ده ممكن يشوف الجمهور، وزي ما احنا شايفين التراك اللي قدامنا ده هو اللي مخصص ان انت تروح لل 13 موقع دوت وتشوف الحفريات اللي هم لقوها. بداية علشان لو هتروح هناك تعرف بعض القواعد المفروض تتبعها هناك علشان نحافظ على الحاجة الجميلة اللي ربنا وهبها لنا. في تراك معمول للمتحف المفتوح دوت، او في طريق معمول للمتحف بحيث ان يوصلك لل 13 موقع اللي مفتوح علشان الجمهور يشوفهم. ياريت تلتزم بالتراك دوت او الطريق دوت، علشان اي حتة خارج التراك ده تعتبر مناطق تحت البحث. فممكن انت بخروجك عن الطريق ده ممكن مثلا ان انت تأثر على هيكل موجود تحت او
اي شكل من الاشكال ان انت تغير في طبيعة المكان، فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحافظ على طبيعة المكان، لان كل اللي انت شايفه دوت واللي هتشوفه هو تم نسجه عن طريق الطبيعة فقط لغير، مفيش اي تدخل لانسان هنا الا فقط المباني الجديدة اللي هم عملوها زي المتحف او الكافيتيريا او الحاجات اللي هي علشان تسهل وجود البشر في مكان زي دوت. فبداية ياريت نحترم المكان ده جدا جدا جدا، لانه منطقة تراث عالمي ومنطقة مهمة جدا جدا على خريطة مصر. لو حبينا ان احنا نقول شوية معلومات عن وادي الحيتان، هنقول ان هو تقريبا من اهم 30 محمية في مصر، يعتبر جزء من وادي الريان اللي هو يعتبر موجود في واحة الفيوم. واحة الفيوم بتضم وادي الريان وبتضم كمان وادي الحيتان واماكن تانية. واحة الفيوم موجودة في الصحراء الغربية. الوادي اللي هو وادي الحيتان بيبعد تقريبا عن القاهرة 220 كيلو، ويفصل بينه وبين وادي الريان مدى طوله 35 كيلو. اكتشاف الوادي دوت تم عن طريق عالم انجليزي في 1902، وهو كان بيعمل بحث. انتوا عارفين طبعا العلماء الجيولوجيين بيقعدوا يدوروا ويبحثوا في اماكن في الارض كلها بحيث ان هم يكتشفوا اكتشافات جديدة. فلما راح العالم الانجليزي ده في الوادي دوت لقى بعض العظام، وافتكر ان العظام ديت لدنياصورات. علشان كده اول ما اطلق اسم على الحفريات دي اطلق عليها اسم الباسيلوسورس ايزيس، وانت لو ركزت في الاسم هتحس ان هو اسم دنياصورات شوية، وده علشان هو اخطأ في الاول افتكر ان الحفريات دي بتاعة دنياصورات. قدامنا دلوقتي جمجمة وبعض الفقرات لحوت الباسيلوسورس اللي احنا اتكلمنا عليه. وعلى فكرة الحوت ده مش ده بس هو الباسيلوسورس، لا ده فيه كمان يعني حفريات مختلفة نفس نوع الحوت ده. ويمكن من اهم الحفريات اللي موجودة هنا هي حوتين، الحوت الاولاني اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الباسيلوسورس ايزيس، والحوت التاني اللي هو حوت الدورديون أتروكس. لو ركزنا في طبيعة المكان هتحس ان يعني في طبقات في الصخور وفي طبقات في الرمال اللي حوالينا دي، وده يديك برضو بعض المعالم اللي حصل في المكان دوت. لان انت كعالم جيولوجي بتبقى محتاج ان انت تركز في كل عنصر من العناصر اللي حواليك دي. الطبقات دي بتبين لك فترات على مدار سنين كتيرة جدا، لان هما حسب العلماء بيقولوا ان المكان دوت كان كله فيه مية، ومع بعض التغيرات المناخية ابتدى المياه دي تقل، وانحصر بعض من المياه دي في الفيوم، علشان الفيوم هي منخفض، وبالتالي انت لما يكون في عندك منخفض او حفرة كده هوت بتتجمع فيها المياه. اللي قدامنا ده حوت الدورديون اللي احنا اتكلمنا عليه، ده جزء من الهيكل بتاعه. فزي ما بنقول منطقة الفيوم كانت منطقة منخفض، وبالتالي انحصرت فيها المياه، وابتدت على مدار الزمن تقل واحدة واحدة إلى أن انحصرت الآن في وادي الريان،
رحت وادي الريان هتلاقي فيه جزء من المياه دي هناك، وهو مصدر لحياة بعض الكائنات في المنطقة دي. المكان اللي احنا داخلين عليه دلوقتي فيه حفرية من ضمن اهم الحفريات الموجودة هنا، ودي حفرية حورية البحر. يمكن دي مميزة جدا 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 في المكان دوت عن بقية الحيتان. كل الحيتان تقريبا يعني قريبين من بعض، يفرق ما بينهم بس ان في احجام كبيرة او احجام صغيرة، لكن الحفرية دي من ضمن الحفريات المميزة جدا جدا في المكان ده، وهي حفرية حورية البحر. دي الحفرية رقم 3 تقريبا في المتحف. هنكمل قصتنا مع اكتشاف الوادي دوت. عام 1989 جه العالم فيليب جينجريتش وقال ان دي مش حفريات لديناصورات، دي حفريات لحيتان. وده كان اكتشاف مهم جدا، لان في باكستان كانوا لقوا في حيتان برجلين، واحنا الحيتان اللي موجودة في العصر بتاعنا دلوقتي بزعانف وعايشة في المية، فازاي الحيتان اتحولت من كائن بيعيش على البر لكائن عارف ان هو يتأقلم انه يعيش في المية. فكان في حلقة مفقودة ما بين الفترتين دولت، والحلقة دي تم اكتشافها في وادي الحيتان، وانهم لقوا الحيتان اللي موجودة في الوادي ده الزعانف بتاعتها صغيرة شوية او رجليها صغيرة شوية عن الحيتان اللي اكتشفوها في باكستان، وبالتالي اثبتوا بالفعل ان الحيتان تطورت من ايام مكان الحوت في باكستان بلي رجلين الى ان وصل عندنا في الفيوم او منطقة الفيوم علشان يكون برجل صغيرة. وعلى مدار أزمنة ابتدى الحوت ياخد شكله اللي احنا عارفينه في الأيام الحالية. الجميل في الأمر ان انت لما تيجي تمشي في وسط المكان ده كله وتقعد كده تتخيل ازاي كانت الحيتان عايشة هنا، والأسماك كانت في كل مكان، وكان في هنا حياة، والمية يعني انت دلوقتي في قاع بحر، يعني انت متخيل، يعني تخيل كده ان المية فوق ودي حيتان عمالة تروح يمين وشمال وبتاع. فسبحان الله، يعني انت لما بتشوف الحاجات دي يعني ايه تستشعر حاجة جميلة. يعني احنا زي ما قلنا ان دول 13 موقع حفري مفتوح للناس ان هم يشوفوهم والكلام ده كله، ولكن الوادي يحتوي على 1400 موقع حفري مختلف، ولسه في حاجات كتير جدا هتفتتح ان شاء الله في المراحل القادمة، بس هم لسه بيكتشفوا المكان. ال 1400 موقع حفري دولت يحتوي على كائنات كتيرة جدا، مش بس حيتان، يحتوي على سلاحف، أسماك قرش، وتماسيح، أسماك منشار، لكن اللي احنا بنشوفه في ال 13 دولت هما اللي فيهم حيتان وحورية البحر اللي احنا شفناها من شوية. العلماء لما حبوا ان هم يعرفوا يا ترى ايه شكل المية اللي كانت موجودة في المكان دوت علشان تحدث اللي احنا شايفينه دوت، فقالوا ان واضح ان المية دي كانت ضحلة، وكان في تيارات مائية هادية. طيب استدلوا بده بايه؟ استدلوا ان في اصداف، واحنا عارفين ان الاصداف دايما بتعيش على الشواطئ لان هي بتبقى قاعدة في المنطقة
اللي فيها تيارات هادية علشان تقدر ان هي تثبت نفسها. وبالتالي من خلال الأصداف دي عرفوا ان تقريبا الشط كان عند المنطقة دي، وبالتالي قدروا ان هم يستدلوا بالمعلومات دي على الحاجات اللي هم عرفوها. Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see اللي قدامنا دوت حوت الدوريدون اللي احنا اتكلمنا عليه. ده الموقع الحفري رقم 4 في المكان. يمكن من اجمل الاشياء اللي موجوده هنا في الوادي ان يعني الاشكال اللي حواليك دي كلها الطبيعه هي اللي نسجتها، مفيش اي حد غير فيها، ولما بتقعد في المكان ده بتحس بجمال يعني خاص يعني. Sometimes you need to go Take a step back to see the truth around you. From a distance, you can tell. You and me. Meant to be. من ضمن أهم الحاجات الموجودة برضو في المكان ده هي أشجار المانجروف، ودي كانت السبب في عيش كائنات حية كتير جدا في المكان ده لفترة طويلة، ان هم يتغذوا عليها والكلام ده كله. ويمكن هنعدي بعد شوية على أشجار مانجروف متحجرة وبعض النباتات المتحجرة. خلينا نشوف الحفريات اللي قدامنا هنا دي. ده برضو حوت وهيكل حوت من حيتان الباسيلوسورس ايزيس اللي احنا اتكلمنا عليهم. وياريت نركز ان الحوت دوت كان على مرتفع، يعني الحوت ده ميت على مرتفع اكبر من الحيتان اصدقائه دولت، علشان دي هتخلينا ان احنا نفكر في حاجة تانية بعد شوية. هنقول يا ترى ايه اللي حصل في المكان ده، يعني العلماء يهمهم قوي يعرفوا ايه يا ترى اللي حصل في الوقت ده والمكان ده ادى اللي احنا شايفينه ده. يمكن من ضمن الحاجات اللي خلتنا نشوف الحاجات دي زي ما هي كده، ما حصلهاش اي مثلا تحلل ولا اي حاجة من الكلام ده كله، ان العظام بتاعت الحيتان دي اتحفظت تحت الرملة. خلينا نشوف الحوت اللي قدامنا ده. لو بصينا قريب قوي هتشوف ان العظم بتاع الهيكل العظمي بتاع الحوت تحس ان هو متحجر، واحنا عارفين العظم ده عظم يعني مش احجار ولا حاجة، ولكن الرمل اللي بيكون موجود لما العظم ده يتحفظ جوه الرمل ده بيبتدي ان هو يكتسب بعض الخصائص منه، ويبتدي ان هو يتحجر ويتحافظ عليه زي ما احنا شايفينه كده. بعد 45 مليون سنة ولا 40 مليون سنة احنا قادرين ان احنا نشوف هيكل الحوت اللي كان موجود هنا كان عامل ازاي. ده هيكل لسمكة المنشار اهو. In the great outdoors, forever
فزي ما بنقول ان الرمل كان عنصر مساعد جدا لحفظ الحاجات ديت على مدار السنين دي كلها. العلماء برضه قالوا لنا ان الفتره اللي كان فيها الوقت دوت هو عصر الايوسين الاوسط او الميدل ايوسين، وهم استدلوا على دوت بان في بعض الكائنات المميزه اللي لقوها، ودي ترجع لحوالي 45 مليون سنه و 40 مليون سنه، وده اللي عرفهم ان ده من وقت كبير. طبعا ده قدامنا الهيكل رقم 7، هيكل برضو متصل لحوت الباسيلوسورس، الكائنات اللي احنا بنقول عليها اللي هم استدلوا بيها ان المكان ده بقاله 40 مليون سنة هي كائنات تسمى بالنيميلايت، دي اللي عرفوا بيها يحددوا تقريبا المكان ده حصل فيه كل دوت امتى عن طريقها. طبعا اللي قدامنا واضح ان هو انقراض، لان عندنا حيتان كتير جدا ميتة في نفس المكان، فكان السؤال اللي بيدور في دماغ العلماء يا ترى ايه اللي حصل. فكان في بعض النظريات، والنظريات دي مش بتطلع على اساس مثلا ان هم يعني اي نظريات وخلاص، لا، هم بيشوفوا الطبيعة اللي قدامهم وبيحاولوا ان هم يشوفوا ايه السيناريو يا ترى اللي حصل في الوقت ده. فاول حاجه اتقالت ان احنا عارفين ان في نظريه او في ظاهره للحيتان بتحصل ان هما بيطلعوا على الشاطئ وينتحروا انتحار جماعي، فده اول حاجه قالوا عليها، ولكن الكلام ده ما كانش ليه ادنى صحه، لان لو هما انتحروا كلهم انتحار جماعي على الشواطئ كان كلهم هيبقوا مصطفين على مكان واحد او خط واحد، وده ما حصلش، لان في تقريبا 1032 موقع والحيتان كلها منتشرة في الوادي ده في مساحة تقريبا حوالي 200 كيلومتر متفرقين، ده غير ان هما مش واخدين اتجاه واحد وواخدين اتجاهات عشوائية. لاحظوا برضو حاجة مهمة جدا، وهي ان الحيتان الصغيرة كان عليها اثار افتراس، زي مثلا ان لقوا حيتان صغيرة الجمجمة بتاعتها كانت مكسورة والزعانف بتاعتها كانت مكسورة، وده لا يدل الا على ان كان في حياة في المكان دوت، وواضح ان كان في حد او في كائنات بتحاول تفترس الحيتان الصغيرة ديت، ما كانش فيه بيئة انتحار، وبالتالي نظرية ان يكون الحيتان دي انتحرت دي بعيدة جدا عن المنطقية في المشهد اللي احنا شايفينه. النظرية التانية بتقول ان المياه جفت فجأة، وده ادى ان الحيوانات ماتت واتدفنت، ولكن ده برضو عكس المرصود، لان لو كان حصل كده كان كلهم اتجمعوا في مكان واحد. احنا عارفين لو المياه دي عمالة تقل واحدة واحدة، تمام، فكلهم هينحسروا في مكان واحد ويموتوا، لكن اللي حصل غير كده، هم منتشرين جدا في جميع الوادي، وبالتالي صعب شويه موضوع ان المايه تكون جفت فجاه والكلام ده كله. ده غير طبعا زي ما احنا شفنا من شويه ان في حيتان كانت موجوده على مرتفعات، ف يعني لو المايه بتقل واحده واحده ايه اللي هيخلي حوت يموت فوق تل، فاهمني؟
من ضمن برضو الحاجات اللي اكتشفوها العلماء ان الحيتان كانت في حيتان كان في جوه بطنها لسه في اكل، وده معناه ان الحيتان دي ماتت في المكان ده، ما اتنقلتش، لان هما لو ما كانوش لاقين اكل كانوا مثلا ممكن يروحوا اماكن تانية والكلام ده كله، لكن واضح ان كان الحيتان كان بتاكل وحصلت حاجة خلتهم يموتوا في المكان ده. ده غير ان هما كانوا بيشوفوا دايما الحيتان مش ميتة باستقامة، تلاقي دايما الحوت كده واخد كيرف او انحناء، وده معناه ان هو كان بيحاول ان هو يواجه، يعني يحاول ان هو يعيش بقدر الامكان، تحس ان هو بيفلفص او حاجة زي كده يعني. It's so beautiful. It's so beautiful. You and me. Meant to be, meant to be in the great outdoors, forever free. طبعا اللي قدامنا ده اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، اللي هي اشجار المانجروف اللي احنا اتكلمنا عليها، دي اشجار متحجره، وهي دي كانت سبيل حيتان او كائنات كتير حيه هنا في المكان ان هم يعيشوا لفتره اطول، وان هم يقدروا ان هم يتعايشوا في هذا المكان. الجدير بالذكر برضو ان كان في حيتان فوقيها رواسب تسمى بالسيلت ستون، ودي حاجة اسمك من الطمي شوية، وده خلى حيوانات تسمى بالبارز او الحفارات ان هي تخرم الطبقة ديت وتبتدي توصل للحيتان اللي جوه وتاكلها. وبالتالي ده يعني ان لما حصل الحاجة دي اللي أدت لموت الحيتان دي كلها، كان لسه الحيتان تحت هذه الرواسب اللحمة بتاعتها صالحة للأكل، وإلا ما كانش حيوانات البارز دي أو الحفرات دي تخرم الطمي دوت وتبتدي إن هي توصل للحيتان دي وتتغذى عليها. وده يرجح ان الحيتان دي اتدفنت، حصلت حاجة خلتها تدفن تحت طبقات الرمال دي او الطمي دي، وهي حية وكانت عايشة مفيش اي حاجة، وده ادى لانقراض جماعي لكل الحيتان دي. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. لو حبينا نتكلم بقى على العصر اللي احنا فيه دلوقتي، ايه يا ترى الحياة اللي موجودة في المكان ده؟ الحياة اللي موجودة في المكان دوت حياة برية. الحياة البرية دي كان فيها غزال مصري بس انقرض من حوالي 25 سنة، وفي تعالب، في تعالب سواء الثعلب الأحمر أو ثعلب الصحراء أو الفينيك فوكس اللي هو تعالب البرية، دي تعالب لذيذة جدا، مش تعالب اللي هو
يعني مفترس ولا حاجة، بالعكس ده ثعلب صغير جدا، ويعني أنا هنشوف صورته معاه مع بعضينا. ولما تروح وادي الحيتان انت ممكن تأكله، حتى انت يعني هتبقى مبسوط جدا يعني. غير كده الطيور اللي بتزور المكان دوت، طبعا كلهم اغلبهم بيروحوا عند وادي الريان لانه طبعا فيه مياه والكلام ده كله. اليونسكو اعتمدت المكان ده كتراث عالمي عام 2005 بسبب اكتشاف حوت عملاق كان وزنه حوالي 7 طن، وده اللي موجود في المتحف المغلق اللي احنا ان شاء الله في الرحلة القادمة هنوريه لكم. وكان طوله 18 متر، ومن الوقت دوت ابتدوا يهتموا بالمكان دوت بانه مكان مهم على الخريطة الجيولوجية والتاريخية لتاريخ العالم. Forever free. Sometimes you need to go and take a step back. دي اثار الثقوب اللي احنا قلنا عليها بتاعه البارز، او بيسموها هنا التريدو. دي اللي استدلوا بيها على ان الحيتان اتردمت بطبقه من الطمي السميك، واللي بعد كده خلى البارز دي او الكائنات دي تبتدي ان هي تحفر وتوصل للحيتان دي علشان تاكلها. وبالتالي وصلوا في الاخر ان هما يقولوا ان اللي حصل هنا هو تغير مناخي مفاجئ ادى لانقراض الحيتان اللي موجودة هنا، زي بالظبط الانقراض بتاع الديناصورات اللي حصل قبل كده. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. من ضمن الحاجات المهمة هنا هوت في الوادي ان كل منطقة بتلاقي مكان جميل زي اللي هم عاملينه دوت، بيشرح لك في لحظة من لحظات هذا المكان اللي اعتمدوا فيها على البحث اللي هم شافوه في الوادي ككل، فبيقول لك ايه اللي حصل لهذا المكان علشان يوصل لنا بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، وايه التطورات اللي مرت فيه. فبيكلمك مثلا على قوة الرياح اللي موجودة في الصحراء الغربية، ازاي ان هي حفظت الهياكل ديت
على مدار كل السنين دي علشان احنا نكتشفها في هذا الوقت، ويكون دوت دليل لينا على ايه اللي حصل في الحقبة ديت من حوالي 40 مليون سنة في العصر الأيوسيني الأوسط. The shoreline may have challenges and the opportunities presented by past environments of land and sea have been given rise to the species that exists today. Wonderful. Let's go. Forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. دي اخر قطعة في المتحف المفتوح، وده هيكل كامل لحوت الباسيلوسورس اللي احنا بنتكلم عليه. اكتر ما يميز الحوت دوت ان تقريبا جمجمته تقدر ان انت تشوفها، هتلاقي الجمجمة باين منها السنان بتاعة الحوت، وده برضو اللي بيقرب لك ويعرفك ايه نوع الحوت دوت اللي موجود في المكان ده. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. ده اول فيديو في الشانل بتاعتنا بنبتديها من وادي الحيتان. حبينا نبتدي الشانل بتاعتنا من مكان مختلف، يعبر عن القناة ويعبر عن يعني شوية احنا مهتمين بايه،
هنعتمد في حاجات كتيرة إن شاء الله، يعني في الفترة اللي جاية بإذن الله هنقدم حاجات حلوة كتير خاصة بالعلوم والفيزيكس فلك وحاجات تانية كتير طبعا مختلفة، بس إن شاء الله يعني يعجبكم اليوم النهاردة، تابعونا.